دكتور، مرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية ليه الموضوع بيبقى بالنسبة لهم صعب؟ ومؤخرا دكتور ممكن الواحد يبقى عايش يعني عمره ما بيحسش بأعراض متعلقة بالجيوب الأنفية أو غيره خلال فصل الشتاء، ولكن يكتشف مؤخرا أنه بقى عنده أعراض مختلفة، أعراض زيادة. هل أنا أقدر يعني أعيش فترة طويلة وبعدين أكتشف أن أنا مصاب أو بأصاب حديثا بالجيوب الأنفية وحساسية الصدر؟ طبعا. الجيوب الأنفية دي إيه؟ يعني احنا نعرف جيوب الأنفية واحنا صغيرين، بيبقى عارف من صغره أنه عنده جيوب أنفية وعنده مشكلة، لكن بعد كده اكتشفنا أنه لما يعني مثلا لما كبرت لقيت أنه في سنة من السنين لقيت أن الموضوع بالنسبة لي مختلف عن أي شتاء كان قبله. حلو. رحت للدكتور بتاع الانف واذن وقال لك اعمل لي اشعه، وقال لك ده في التهاب في الجيوب الانفي. مظبوط. حصل تغير. احنا عندنا الجيوب الانفيه اللي هنا وفوق العينين وفي الحتتين، في الحوتتين دول حوالين الانف، دول عباره عن اماكن محاطه باغشيه مخاطيه. الاغشيه المخاطيه في اي وقت من العمر ممكن يحصل فيها تغيير، السمك بتاعها يزيد. لما السمك بتاعها يزيد يحصل فيها التهاب بسهوله وتخلي النفس مش رايح جاي بشكل مظبوط. ده ممكن يحصل في اي فتره من العمر. ليه الصغيرين ممكن يبقوا اكتر عرضه او ليه بيبقى مستمر معاهم؟ لان في اطفال بتتولد بالجيوب الانفيه بتاعتهم فيها حدفه كده او الحاجز الانفي فيه مشكله، فبتطول معاه بتخليه اكثر عرضه للجيوب الانفيه. لكن وانا كبير ممكن تحصل، تحصل بمرات بعدد مرات كتير، وخصوصا ايه، هي بتحصل نتيجه الحساسيه. يعني عندي حساسيه فدايما باستمرار عندي التهاب في الجيوب الانفيه، فبالتالي وانا كبير تجيلي. طب دايما باستمرار يعملوا ايه بقى علشان عندنا اجراءات وقائيه؟ بصي، في حاجه انا بحبها جدا، ان احنا قبل بدايه فصل الشتاء في الفتره اللي احنا فيها دي بنبدا مضاد هيستامين، دواء مضاد هيستامين نمشي عليه طول فصل الشتاء. ده اجراء وقائي. انا عايزه اكتب ورا حضرتك بقى الحاجات دي، وعايزين كمان نتكلم على فصل الخريف ان هو هتكتب بجهز روشته. هنكتب ورا. عرفت جايبين لي ليه النهارده عشان لا لا، هناخد منك تفاصيل كتير وازاي يبقى فيه وقايه وفصل الخريف، ايه الامراض اللي ممكن تصيب الجهاز التنفسي في فصل الخريف. لكن خلينا نشوف دلوقتي مع حضراتكم عرض معلوماتي عن ابرز النصائح الخاصه لوقايه جهازنا التنفسي، ونرجع نكمل نقاشاتنا مع الدكتور. مشاهدينا، ولسه مكمل معنا دكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي، وهنكمل كلامنا على يعني طرق الوقاية وإيه الحاجات اللي ممكن ناخدها عشان تبقى سبورت لينا فما نصابش بالأمراض من أساسه. هي احنا كنا بنتكلم على قبل الفصل على الجيوب الأنفية. الجيوب الأنفية ده حاجة مهمة جدا جدا في الفترة اللي جاية، عشان كده أحب أركز على إن احنا بندي دواء مضاد هيستامين سواء للكبار أو الصغيرين، والصغيرين أكتر كمان، علشان الصغيرين أكثر عرضة للإصابة لوجودهم في المدارس، وجودهم في الأندية في الفترة اللي جاية، فبالتالي هو أكثر عرضة. فندي مضاد هيستامين طول فصل الشتاء، ندي مضاد هيستامين للطفل طول ما احنا معلقه بالليل او اي حاجه، او لو هو اكبر شويه بياخد قرص بالليل، والكبير في السن برضو بياخد قرص بالليل من مضاد الهيستامين. تمام. تاني حاجه، شربوا ميه كتير جدا. الحته دي بنغفل عنها كلنا في فصل الشتاء، بتنسى، ما بتشربش لما تعطش، وبتعطش قليل. العطش ده اولى درجات الجفاف، فانت الجسم وصل عندك لدرجه بيديك الارم من فضلك انت بتشرب ميه. لا، حضرتك من 2 ل 3 لتر ميه في اليوم طول ما انت قاعد، خلي ازازه الميه جنبك باستمرار اشرب. ده بيعمل ايه؟ بيعمل ترطيب للاغشيه المخاطيه للحلق وللجيوب الانفيه، فبتبقى اقل عرضه للالتهاب والاصابه
بالفيروسات او البكتيريا. فشرب الميه كتير، انا بقول حاجات سهله هي يعني مش ما فيهاش مش متعبه يعني. ثالث حاجه عدم التعرض للتيار الهواء المباشر، يعني انت خارج في تيار هواء مباشر منديل، حط منديل كده على وشك وانت خارج في تيار الهواء، يعني انت خارج من باب الاستوديو في هواء داخل في وشك في الاوقات بالليل، لو عندنا هواء بالليل او عندنا شغل بالليل او اي حد خارج حط منديل على وشه وهو خارج. مامي بتنصح الطفل الصبح وانت خارج من باب العماره حط ايدك على لحد ما تركب الباص. احنا بقينا كام سنه متعودين بقى في الشتاء نلبس الماسكات. ايوه انا زي ما قالت يارا بقى مش بحب الماسكات قوي الا عند الضروره اللي هي الاماكن المزدحمه. الماسك الكلام اللي كنا بنقوله قبل الهواء، فكره ان الماسك بيعمل اصلا بيكتم النفس. الماسك بيقلل من نسبه الاكسجين اللي داخلالي في نفس الوقت في الطفل، يا عيني ممكن من غير ما يحس لو نعس في الباص او نعس في العربيه ولابس الماسك ممكن يتخنق. فبالتالي انا مش بقول ماسك الا في حاله الضروره في الاماكن المزدحمه. حضرتك رايح مكان مصلحه حكوميه وفي زحمه كبيره وفي اسانسير ابقى لابس الماسك، وعلى فكره لو حطيت ايدي على بقي برضه هيغني عن نفس الموضوع. لكن طول ما انا في الهواء، طول ما في مسافة تباعد بيننا وبين اللي جنبنا، الكمامة هنا مش هتأدي دور قوي إلا أن هي هتخلي النفس مش كويس.